نفتح فرصة، فرصة مفتوحة للحوار والنقاش والأسئلة والاستفسارات. في زول عندي سؤال ولا استفسار، فرصة مفتوحة، فرصة مفتوحة للحوار والنقاش والمداخلات. لو في زول عنده اعتراض الأساتذة موجودين ممكن يردوا عليه، إذا كان في سؤال أو استفسار برضه الفرصة مفتوحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. أنا عندي سؤال دار أوجهه للمنتدى السلفي شباب السلف، بس دار أعرف رأيهم في الشيخ محمد سيد حاشنو. هل هم بدعموا الفكرة بتاعته ولا ما بدعموا؟ والحاجة الثانية دار أعرف رأيهم في التفجيرات الأخيرة اللي حصلت في فرنسا. ما تناقش في القضايا دي، وفي قضايا مهمة جدا، لأنه في ناس بعض الناس قالوا محمد سيد حاج تابع للتيار السلفي، ما 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 صار صوتنا الجماعة. ودار اشوف رايكم في النقطتين دي. تسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال عن الشيخ محمد سيد حاج، هو شيخ قدم الكثير من الخير لهذه الأمة في هذه البلاد السودانية، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أخذت عليه مؤاخذات، منها مشيه مع السرورية. السرورية دي الناس عبد الحي يوسف، ودي الناس مبتدعة وناس ضالين ومجرمين. عبد الحي يوسف، محمد عبد الكريم، علاء الدين الزاكي، وهلوم مجرة، دي كلهم مبتدعة ما على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في البداية بيمشي معاهم، بعد ذاك في آخر حياته الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله خلاهم وتبرى منهم في محاضرتين. المحاضرة الأولى اسمها فتنة التكفير في جامعة السودان الجناح الغربي. المحاضرة الثانية كانت درس وليست محاضرة، في شرح كتاب الأخلاق والسير لابن حزم الأندلسي، كان في مسجد مجمع الوالدين الإسلامي باللاماب. فاتبرى منهم وقال كنت أمشي معهم لفترة معينة ولفهم معين، والآن أنا تركته. فده اللي بنعلمه نحن، وده سمعناه وحضرناه ونحن قاعدين، يعني كنا شهود عيان. لكن بعدك لو في اخطاء ثانيه اخذت عليه نحن ما اطلعنا عليها، اللي يجيبوها لنا الناس نطلع عليها. فالباطل يرد على صاحبه كائنا من كان، والحق يحق، لان الحق حق ان يتبع، ده منهجنا في المساله، ولا كبير على الحق. ده الجواب على السؤال. التفجيرات في فرنسا ده لغاموها ناس داعش، وديل ابلد خلق الله. أكثر زول بليد ماشي في الواطة دي هو ناس داعش، والله العظيم جد، عشان ما في طالب يتغشى ساكت هو بكرة البغدادي ماشي بالبطيء، والدولة الإسلامية ما عنده أي علاقة بالإسلام، ما عنده أي علاقة بالإسلام. ما ممكن يا أخ تقبض البنات المسلمات من أبهات، عرفت كلام، من أبهات، وتسلسلهم بالسلاسل وتبيعهم في سوق النخاسة، سوق النخاسة، وتجيب البنات تزني بهم، تقول ده جهاد النكاح، ده زنا يا كلب. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، رواه أحمد في المسند. بنات سودانيات مطلوقات يسافر من هنا يمشي لحد وين، بتركيا، ويقطعوا بغادي لليبيا. قال داعش الدولة الإسلامية تحتفل بزواج البنات السودانيات للمجاهدين، ده باطل، ده زنا، زنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة، أيما امرأة نكحت نفسها، شوف سودانية ولا إيطالية، أيما امرأة نكحت نفسها
بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الرسول كرر 3 مرات. فده الزنا، ده ما زواج، ولا في حاجة اسمها جهاد نكاح. ده الناس مجرمين سفاحين يا أخي، يقطعوا اذنين المسلمين، يرقدوا المسلم، يعفزوا بالدبابة. واليهود قاعدين أتحداك، داعش دي هل فكت إسرائيل بنبلة؟ نبلة بس لقاك؟ لقاك الكلام ده؟ يقول لا وهم بشكل قلب بس الدولة الإسلامية، وانظر إلى الإسلام وإسلامه، ده كله إجرام بتاعنا الشياطين عشان يضيعوا الإسلام. وداعش ده باختصار شديد، داعش بجاي تساوي بجاي الخوارج. الخوارج ده اتكلم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الخوارج كلاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن رطبا قرائين. واحد يقرأ قرآن تبكي لما تتمخت. لكن قال وهم أعداؤه. الرسول قال دير شنو يا جماعة؟ أعداء القرآن. قال يدعون إلى كتاب الله وهم براء منه، ما عندهم أي علاقة بالكتاب بالقرآن بالسنة بالدين أبدا. قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل إرم، قتل هود في رواية. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام. وده الحاصل اللي من داعش تكتل في المسلمين في العراق وفي سوريا وفي وين، يقبضوا المسلمين يقتلوهم. مسلم ساي بعد ما يقتلوه يقول لك ده شيعي، هذول ده مسلم ما شيعي، كذابين النازل. لأن الرسول قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وعملنا عنه محاضرة كبيرة جدا في قاعة الصداقة في ظل خوف الشيوخ والعلماء كت من الكلام في داعش. واحد أنصار سنة بليد في كسلة شيخ قال دكتور جايبة من المدينة النبوية دكتوراه، قام سألوه قال له ما رأيك في داعش؟ قال له الكلام ده خلوه ما بقدر يتكلم عنه. من المدينة، من المدينة، مقعد طيارة لا خسارة، مشي وجاية وقعد هناك، شرب موية زمزم وأكل عجوة المدينة، خسارة وخسارة. ديك إنسان أدانا علقناه في الحيطة دي أخير من المجرم ده، عرفت كلامي؟ ما أتكلم. قال والله السؤال ده خلوني منه، لأن السؤال ده داير إنه يجي مدردك ذاته. داعش على ضلال، داعش على باطل، داعش ما عنده علاقة بالدين. الناس بتخاف ليه؟ بتخاف من شنو؟ اليوم ده ما واحد، الموت ده ما واحد. ربنا قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وانت ربنا قال لك ابغى دلوك غنما يا ساي، اي زول يقدر يضربك ترقد له؟ ربنا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. الله قال كده، مسلمين خوافين جبناء الا من رحم الله. وللاسف ما مسلمين عاديين، ناس عاملين فيها علماء بتاع انصار سنه وبتاع انصار مهدي بتاع جبهجيه بتاع صوفيه، عرفت كلامي؟ واحد فيهم قادر يتكلم في الباطل ده ماف. لحد ما عملنا المحاضره دي الناس كلها خايفة لابدة. واحد جانا هداني قال لي خلي انت محصن كويس، قلت له الحمد لله، حامي نفسك، قلت له الله بيحميني، في ناس بيمشوا معاك، قلت له الله معاي. قال لي يا اخي يمكن يفجروك، قلت له اليوم واحد. الناس خايفة من الشغل ده، ناس عندها عاملين فيها عندها علم، يقول لك انا حافظ قرآن، وتلقى زول دلوكة ساكت خايف خايف. صحابة ما كان بيخافوا زمان ولا الأنبياء. سمع قال صوت في المدينة، صوت صراخ شديد سمعه في المدينة. الراوي قال ففزعت جميع المدينة، حصل فزع لأنه صوت لما انهز الوطن. قالوا فخرجنا إلى مصدر الصوت فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاهرا سيفه وهو عايد من مكان الصوت، مشى وجراجع، مشى وجراجع، ذي الماشين، هو مشى وجراجع شايل سيفه. قال لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا، يعني ما تخافوا ارجعوا. ده الدين كده، الدين بيخليك راجل، بيخليك ذكر، ما بيخليك جبان ساكت رمة قاعد ما كان يتكلم في داعش وفي الجماعة دي. داعش ديل أكرر للمرة المليون، أسوأ خلق الله هم داعش، لأنه ديل الخوارج قبل قلت لك. والرسول قال عن الخوارج، قال عنهم صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة الخوارج، وشر قتلى تحت أديم السماء الخوارج، وشر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه الخوارج دي. فما تتغش يا جماعة، ما يزور رفع شعار الإسلام تقول ده عنده دين،
هسه الترابي ده ما رفع شعر الاسلام، هسه عنده دين؟ طلع ملوص بدون دين وبدون دنيا، ثلاثة من أولاده ثلاثة بس لافين في الجامعة دي، حسب القبر ماف يخلف لك كرة كده، ولما ليه ثلاثة كده حسب القبر ماف، لا في هو رجالة ولا ساكت؟ عرفت كلامي؟ ناس ساكت طلعوا بدون دين ملوص، وطلعوا بدون دنيا ملوص، لا دين لا دنيا. ترى بقى يهضري في التلفزيون قال لي انت طيب الناس المؤتمر الوطني ديل ما انت ربيتهم؟ قال والله انا ربيتهم تربيه سليمه ولكن افسدتهم الدنيا. قاعد في التلفزيون ها؟ زول مستهبل زول مجرم، افسدتهم الدنيا، افسدتهم انت يا فاسد يا عاطل، انت اللي افسدتهم ما الدنيا، انت اللي افسدتهم، انت اسوأ مخلوق. وده عند الترابي وعجوز ذاته قاعد يا اخي تقول ما قرش من سنه دو قاعد، والله العظيم جد يا كف البلا لا عنده سن بقى، انا ما اعرف الحاصل شنو، قاعد بس كده بس الترابي والصادق المهدي قاعدين بس زي الجنيه القديم ده، كل واحد قاعد بجاي وبجاي، شفت كيف؟ قاعدين يضللوا في الناس ويغشوا في الناس، وانا قاعد لك بالمرصاد، وفي واحد ثاني مجرم اسمه محمد الجبهجية بيلمعوا فيه ناس حسين خوجلي ذاك ومين ما عارف، العلامة قال اسمه منو؟ محمد المنتصر الازهري، اول امبارح قال انا ادعو قال اناشد المسؤولين انه يوقفوا الحلقات بتاعت الشباب ديل، ديل منو؟ نحن ديل، ده ما بيجيب شغل بتاع الله، ده شغل بتاع الله، وانا والله الم فيك يا محمد المنتصر ان شاء الله اعدمك الصوفه باذن الله عز وجل، لكن انت خواف، زول خواف وجبان ما بتزبط في المناظرات، اخونا شيخ ابو بكر اداب وشهاب سافروا للزيرك ده وحمد بابكر الصوفي ليل عباسيه تقلي، مضوا على الورقه قالوا وافقنا بالمناظره، لما زاروا بكر اداب وشهاب ولوا الدبر وطلعوا برا العباسيه تقلي، تقدر للمناظره؟ تقدر؟ ما بتقدر للمناظره، وفي الحته دي في الحته دي والله تشهد، انا ناظرت لزيرك ده هنا قبل اكثر من 10 سنه هنا في الحته دي خلاص؟ وكنت راكب كنت صغير راكب في الكرسي فوق، قال الله ما في السماء ده صوفي، قلت له الله قال امنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، قام قال في السماء ده جبريل والملائكة، قلت له الملائكة في السماء أنت متأكد؟ قال لي أي، قلت له ربنا قال في القرآن يخافون ربهم من فوقهم، شأني من كرة يوجد يعني في الحتة دي، شأني من كرة يوجد يعني، والله شايف الناس صغار وزول مك وجرى كده على الحيطة دي ذات الطلب الوقت داك دقوا دق وكفتوه كفيت، انا بس سامع طاخ طاخ دق راسه هنا ولليله ما دخل الجامعه دي ثاني المجرم، فده الما ده الما رجال بتاع مناظره، والله نتحداهم في اي كوكب الارض ولا غيره، صوفي جبهجي عرفت كلامي؟ وسامع زول قبيل بكورك برا هناك قال انت مالكم ولا البرعي وانا دار اخش اناقش، هالفرصه مفتوحه في الجهه دي، في الجهه دي فرصه مفتوحه، في الجهه دي فرصه مفتوحه، خلاص في الجهه دي وينزل ده فرصة مفتوحة لحوار ونقاش، لا عندنا حديدة بندقك بها، لا عندنا طوق، لا عندنا خنجر، عندنا آية وحديث، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ده اللي عندنا نحن، وده كافي جدا لنا نحن بإذن الله عز وجل، كافي خالص، ده بيكفينا التب وبيخوف أعداء الله ديل كلهم بيخافوا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده السلاح اللي احنا بنحارب به كل الاعداء من الشيوعيين مرورا بالبعثيين مرورا بالناصريين يا مرورا بحزب اللمه كده عبورا بالاتحاديين تفجيغا للكيزان والشعبيين مرورا ومسحا للصوفيه وكل جبهجيه وكل تنظيمات بنحاربهم بالايات وبالاحاديث بالايات وبالاحاديث. سامع زول برضه في جاي قبيل قال يا جماعه ديل جو تاني جينا تاني وثالث وتاني بنجي، ورساله لانصار السنه الاولاد اللي لابسين بناطيل مجبصه تعني انصار السنه ديل عرفت كلامي؟ وده هو نحن ديل ولكم الويل مما تصفون، كلامنا ده بقى ونار فوق
لجميع أهل الضلال والشرك من الصوفية ومن الدجالين ومن المشركين ومن المشعوذين ومن كل مجرم يريد أن يصرف الناس عن طريق رب العالمين. كلامنا ده براو. أما صار السنة الأولاد السحاسيح اللي بيجوا هنا والله هيا بنا عاملين برنامج بتاع نفخ هنبوكة والله في جامعة السودان ولا وين، ودي صورته موجودة معي، جايبين 5 أولاد كل زول مدينه هنبوكة. الهنبوكة دي البنفخ الأول الهنبوكة منو 5 ده دين، ده دينك يا أنصار السنة يا مجرم، ده دينك، دينك قدر هنبوكة يا هنبوكة أنت. أما نحن هنا ده شغل بتاع حرب لأهل الضلال، ده ميدان صعب. رسالة لأنصار السنة، قال والله عندنا رئيس درس أبو بكر الآداب يوم الأحد هنا في الجامعة ده بعد العشاء، وندعو له جميع الطلاب بعد العشاء يوم الأحد. جبت أنصار السنة واتساكت واتساكت، وعمرك ده قدينا وأكل مسكيت يا مجرم، يا شفت عرفت كلامي. فجاء هنا قال والله يلا الدرس زي ما بقوم، أخونا مجاهد قال له الدرس ده قايم بتاع أنصار السنة، قال له يوم الأحد ده أنا بموت فيه. تموت فيه يا ننسى هجرم، تموت فيه يعني شنو تموت فيه؟ تعال هوب يوم الأحد ده نلقاك حايم بهنا ساكت، مو جوا الجامع، نلقاك حايم بهنا ساكت. نازي رجاله هي ولا ساكت؟ داير آية وحديث عندنا، لكن أنت داير شنو بالضبط يعني؟ ده قال لك درس حقه، أنت عامل درسك ده في أي يوم تاني، جيب همبوكة، جيب حلاوة مصاصة بطريقتك. إحنا هنا شغالين آيات وحديث وحرب لأهل الضلال، وأنت قال لك الركن ده الآن ما فيه أهل ضلال قاعدين؟ صح أغلب الطلبة طلاب أفاضل، لكن في أهل ضلال قاعدين، وبعرفهم بأسمائهم. عرفت كلامي؟ قاعدين هنا ده بيوسوسوا من برا، ما بيقدر يخش هنا إلا زي ما قالوا إلا القليل النادر منهم. كده فرصة مفتوحة للحوار والنقاش، فرصة مفتوحة للحوار والنقاش. فضل فضل فضل. طيب انا شاكر للمنتدى السلفي في تحت الفرصه لي، وانا ما هديرت كل المنبر، لكن حقيقه اتدخلت لسببين اثنين. السبب الاول مساله بتاعت الخاء حق الاقتراف اللي بيتبناه منهج بتاع انصار السنه، ده واحد. السبب الثاني داير اتكلم عن داعش، ده السببين الاثنين. لا انت حقه تجيني عشان تسمع كمان. السبب الاول الخاء حق الاختلاف من انصار السنه المحمديه، يعني مساله بتاعت انك انت تشوف انك انت على صح مطلق وبالتالي ما في اي اخر. المساله ده يعني ما بفتح باب للنقاش، انت صح المطلق لكن في اخر برضه بشوف نفسه انه هو ذاته صح مطلق، فخلي يكون في الشرعيه بتاعت اختلاف بينك انت وبين الاخر، ده واحد. الصوفيه اختلفنا او اتفقنا، هم جزء منك، جزء من التركيبه المجتمعيه بتاعك انت هنا في السودان، وانت قاعد تدعو في السودان. يعني قديم حق الاختلاف، قديم حق الخصوصيه حقهم، ده واحد. يعني الشيء الثاني منهجهم على ضلال او ما على ضلال، دي محل الاختلاف، لكنه قد تلقي حقهم كليه في الوجود بس بهذا الاشكال. الشيء الثاني مساله بتاعت مش داعش، انا قبل ما نمشي لداعش داير مساله دي بالذات، مساله بتاعت طيب سميه الدعوه اللي بتبيه هو انصار السنه، بالذات في مساله بتاعت ذكر الاسماء بالنيم، يعني الفلانين انت يا حباذا لو ذكرت منهج الناس سميهم مثلا، نقول منهج الجبهه الاسلاميه فيها ايفا 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 الحاجات الخطا، سميهم منهج اليسار فيها ايفا ايفا، لكن ذكر الاسماء بالضبط بيقللك انت من مكانتك او من احترامتك ذاته. الشيء الثاني وقت تذكر اسماء نفس الناس اللي تشوفهم ده عندهم ذاته ناس بيدافعوا عنهم، وبالتالي ده بيولد العنف، وده طبعا هيؤدي لعواقب ما مقبوله. داعش ده اصلا ما هي غريب عن المجتمع الموجود،
عشان الناس ما يقولوا داعش ده هي ما جزء من الدين او ما بتبنى الدين او خارج عن اطار الدين. انا بتفق معك في انه داعش هو لا يمثل المنهج الاسلامي، بتفق معك في النقطه ده، لكن من اين نتج داعش؟ هل كلهم اوروبيين جو هنا في العالم الاسلامي؟ في حقيقه مفترض يعرفوا الناس، الدوله العراقيه ما قبل انهيار صدام حسين، الشعب العراقي كتركيبه ديموغرافيه اغلبيتها اغلبيه شيعيه، لكن كل الحكومات اللي كان بتحكم العراق حكومات سنيه. بول بريمر بعد ما حل الجيش العراقي سلم الشيعة السلطه، بعد ما سلم الشيعة السلطه عملوا حاله اسفاف بالاقليه السنيه في العراق. جزء من الاقليه السنيه في العراق الان هم جزء من جيش داعش، بالتالي كونه تنفي انه داعش ما موجود في المنطقه ده، لا، الداعش عندها حاضنه اجتماعيه وعنده هادنه فكريه وعنده هادنه ثقافيه في منطقه الشرق الاوسط وحتى في السودان. لكن السؤال انه تحاربوا كيف؟ هل بالسلاح؟ انا اتفق معك انه هو ما بيمثل الدين، لكن هو جزء من التركيب المجتمعي بتاعك. انت حتفهم الاخر كيف الزور الما مسلم ده داير توريه انك والله الاسلام ما بتبنى التفجيرات؟ حتوصل له منهج ده كيف؟ وحتوريه كيف انه انا فريق من داعش؟ شكرا. قال الاختلاف بيننا وبين أنصار السنة هو ما في اتفاق أصلا عشان يكون في اختلاف. نحن ندعو إلى التوحيد وننبذ الشرك ونحارب أهل الشرك وأهل البدع، ونحارب البدع، وأولئك لا يدعون إلى التوحيد ولا ينهون عن الشرك ولا يحاربون دعاة الشرك ولا يحاربون البدعة وأهلها، بل يتحالفون ويكرمون أهل الشرك ودعاة الشرك ودعاة البدع والدجل والخرافة، زي ما كرمت أنصار السنة المحمدية مرشد الطريقة السمانية بمباني المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسجانة. يبقى يكون نحن واحد كيف؟ أصل الدين هو التوحيد والدعوة إليه. الناس اللي بيكرموا أهل الشرك وبيحاربوا أهل التوحيد وبيحاربوا دعاة التوحيد، أي داعية نظيف منهج واضح بيدعو للتوحيد فصلوا جدعوا برا. يبقى نحن ما بنتفق معهم في أي حاجة، في أي شيء، ده أساس الدين. لكن ده ما معناته قلناهم كفار، ما بنتفق معهم في أي شيء، يعني في المنهج في أي شيء. بنحارب نحن أهل البدع، نتكلم عن داعش، بنتكلم عن مين، بنتكلم عن مين. الليله كتار جدا من شباب انصار السنه مع داعش ومشوا في داعش وماتوا في ليبيا وفي غيره، والواقع يشهد ولا ما يهو ولا ما يهو. كتار جدا من شباب انصار السنه مع التكفيريين قبضوا في تهمه مقتل الدبلوماسي الامريكي، صح ولا ما صح؟ ونحن نحارب اهل البدع، نحن نحارب التكفيريين، نحن نحارب السرورية، نحن نحارب الصوفية، وديل معاهم. فالواقع يشهد والأدلة كثيرة جدا 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 جدا، وعملنا محاضرات كبيرة وندوات كشفنا فيها الموضوع ده، وأشرطة موجودة في النت كمحاضرة دعاة التمييع وغيرها. وده موضوع انتهينا منه بدري، والنازل انتهوا ذاته، بس في ود واحد هنا قال أنا بموت في يوم الأحد. أيوه كويس، تعال موت. طيب، قال شرعية الاختلاف الصوفية، وما ممكن تلغي الصوفية، ما ممكن نلغيهم. طيب أنا بقرأ لك كلام أنا ما بلغيهم، خلاص أنت تعال سجله. بقرأ لك كلام لأكبر صوفي في السودان اشتهر، وهو الشيخ منو؟ البرعي. وده كتاب، ده كتاب البرعي. طيب البرعي ده بيقول كلام حتى إبليس ذاته ما حصل فيه، والله يجد حتى إبليس ما حصلوا فيه، حتى أبو جهل وأبو لهب ما حصل البرعي في الكلام اللي قاله ده في الكتاب ده، بس في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. طيب انتوا معبودكم منو يا جماعة؟ تعبدوا منو؟ الله. نشوف البرعي ده بشتم الله كيف. صفحة 67 ده الكتاب، والكتاب ده بالمناسبة مطبوع في بيت الثقافة جامعة الخرطوم،
بيت الثقافة عفوا الخرطوم وليس جامعة الخرطوم، ومطبوع في مكتبة الهلال ببيروت، وأشرفت عليه بيت الثقافة بالخرطوم. قال: وخمرة الذكر بين القوم صافية. وذكر ذاته عنده خمرة وبرنامج. طيب قال: وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاس، بكر على أيدي أبكار تدار فلا تصدع الناشئ منها على الراس. لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون، فيا ويح الشجي الحاسي غابوا، ففاهوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراسي. قال الحسين، وده الحسين بن منصور الحلاج، قال الحسين: على معبودكم قدمي وضعته. كرة عدة فوق الله بتاعكم ذاته. قال الحسين، نشوف البرع بعدك علق، قال أزول ده كافر مجرم وملحد ولا مبسوط من الكلام ده. قال الحسين: على معبودكم قدمي وضعته. قال البرعي: يا له من عارف كاسي. صفحة 67، الصفحة 67 من ديوان البرعي، والصورة بتاعته في الصفحة الثانية. برعي ذاته لبن روب الميم، البرعي ذاته. طيب قال: وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. قال الصوفية أهل العلم بتاعينهم خاضوا بحور زاخرة، يعني من العلوم والمعارف والأنوار، حتى الرسل سادة الناس ما قدروا يخشوا البحور دي، لكن خشوا الصوفية، ورسل ربنا عجزوا عن دخول تلك البحار. ده دين البرعي وده دين الصوفية. تلغي شنو ما تلغي شنو يا أخي؟ إذا كان محمد عثمان المرغني يقول: يا مريدي إن كنت في هم وكرب فنادي وقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي. وده الشرك الما وقع فيه أبو جهل ذاته، لأن المشركين الزمان ناس أبو لهب وأبو جهل وغيرهم كانوا بيشركوا بالله في الرخاء من حالتهم تكون سمحة، أما في حالة الشدة كانوا بينادوا الله براو. ربنا قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، قال المشركين دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله قال كده. قال المشركين في حالة الشدة يركبوا البحر والموجة تلعب به ومدارين يغرقوا، دعوا الله مخلصين له الدين. أما محمد عثمان المرغني قال: إذا كنت في هم وكرب في شدة ما تنادي الله. المشركين كان بينادوا الله في حالة الشدة، المرغني قال في حالة الهم والكرب يعني الشدة ما تنادي الله. قل يا مرغني أنجيك من كل شدتي. البرعي في الديوان ده الصفحة 119 السطر الأول قصيدة إسماعيل بن عبد الله الولي، البرعي قال في حالة الشدة والخط والمصائب، قال: إن ناب خطب، يعني مصيبة، إن ناب خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل خطب الوصال الكردفاني. إذا حصل خطب مصيبة ما تنادي الله، البرعي يقول لك نادي إسماعيل لأنه ولي لله. والله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ربنا بعدك سماه من وين؟ إنه لا يفلح الكافرون. الله قال ده كافر، أي زول بنادي غير الله كافر. البرعي قال: إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. هذه الكتب الصوفية يا أخي. المرغني ده قال: أنا البنية السماء ما الله، حقتي أنا براي، أنا عرشها، قال العرش بتاع الله، والكرسي أنا ذاته، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة، واسمه شرح الراتب الكبير لمحمد عثمان المرغني، تقريبا صفحة 103. ده دين الصوفية، تلغي ما تلغي شنو، ده ما دين الله. دين الصوفية ضد الإسلام، حرب لله وحرب لرسول الله وحرب للإسلام، ده دين الصوفية. عشان كده نحن بنتكلم عنهم.
لأنه الصوفية لو قالوا نحن ما عندنا علاقة بالإسلام، نحن نصارى نحن يهود، ما كان بنسألهم كثير، بنسألهم لكن ما زي هسع ليه؟ لأنه قالوا نحن ديننا ده دين النبي، ومنهجنا ده حب الرسول، ونحن أولياء صالحين، وقالوا شرك وأصلوا لكفر، ودعوا الناس إلى عبادة العباد، وأخرجوا كثيرا من الناس من عبادة رب العباد. والرسل الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام ربنا ما رسلهم إلا للغاية دي، حرب الشرك ونشر التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله قال كده. بعدها قال الأسماء وما ذكر الأسماء، أنت ما شغلة ما نجر، يعني أنت ما حافظ لك تاريخ لو ثلاثة شهور لورا، وقد كان العراق فلان مسكه وشال الأغلية السنية وجاب الأكثرية الشيعية وهكذا، وتوتة توتة انتهت الحدوتة، عمل فيها عالم، فهمت أنت؟ ما نجر من راسك ساكت. آية وحديث قال ما سموا أسماء، طيب أنت ما سميت ناسا، ثم دخلت قلت المنتدى السلفي، ما المنتدى السلفي ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ أول حاجة اللغة العربية الكلام ذاته، كلام ذاته ثلاثة، إما اسم أو حرف جاء لمعنى أو فعل، ده شنو؟ المنتدى السلفي ده اسم صح، اسم للمنبر ده مش اسم لجماعتنا، نحن ما عندنا حزب ولا عندنا تنظيم ولا عندنا طريقة، لكن في النهاية ذكرت اسم نسبته لنا ده واحد. بعدين مسألة ذكر الأسماء وما ذكر الأسماء دي مسألة شرعية نحكمه بالقرآن وبالسنة، ما يزول حافظ له معلومتين لها ثلاثة شهور خلاص بقى دار ينجر، أرى أنه لا يجوز، نرى أنه ما في شنو يعني. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أسماء في القرآن، ذكر فرعون ولا ما ذكره؟ هذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. الله ذكره ولا ما ذكره؟ ذكره. سورة كاملة ربنا قال في بدايتها تبت يدا أبي منو أبي لهب وتب، وجاب مرته ذاته، كيف أنت تقول ما تذكر الأسماء؟ وامرأته حمالة الحطب، وغيره وغيره من الأسماء، السامري ده اسم، وغيره وهامان ده اسم. ربنا جاب أسماء كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاب أسماء وحكى قصص بتاعت قرون قبلنا، فالاسم ده يا جماعة بجوز. شيخ العسيمين قال إذا كان زول ضلالي بيضلل الناس وعنده قوة والناس معجبين به وعنده مكانة في قلوب الناس، قال لابد إنك تذكر اسمه تقول لهم البرعي دجال، عرفت كلامي؟ سيدة كده محمد المنتصر الإزارك طاغوت ودجال، توري الناس توري الناس طوالي، ده دين الله كده. عارفين الطريق ده صعب وغيره، وقال لنا ده بيجيب عنف، احنا والله ما حصل يوم جينا ضربنا لا زول بيدنا، الحمد لله رب العالمين، ابدا ما قاعد نعتدي ابتداء على زول، لكن لو زول اعتدى بننظم الشغل باذن الله، لكن ما بنعتدي على زول، انت فهمت الحته دي؟ لانه ده ما دين، ولا نحن دعاة فتنه، ولا نحن دعاة دماء، لانه نحن اللي قاعدين نحارب داعش، ما انت ولا صوفيه لا تجانية بيتكلموا في داعش، لا سمانية حصل يتكلموا، لا قادرية لا ختمية، فاضيين من الفتو كلهم دل ما حصل يتكلموا، لا حزب أمة حصل يتكلموا في داعش، سمعناهم عملوا محاضرة وطلعوا كتب عن داعش ولا غيره. بعدين قول ردوا على داعش، مثلا حزب الأمة ديل يعني شنو يعني؟ زفت رد على طين، في شنو يعني؟ كله مبتدع يعني. ما بكرة يسمع صادق المهدي كلامنا ده هيئة شؤون الأنصار المحاضرة الكبرى الساعة 3 صباحا، عشان ما بزول يجي طبعا 3 صباحا الرد على داعش، برضو كذاب، انت مبتدع وداعش مبتدع، ما في حاجة. داعش بيردوا عليهم اهل الحق اهل السنة والجماعة اهل المنهج الصحيح، بيردوا على داعش ما انت اصلا. طيب قال لابد تقللوا ذكر الاسماء، لابد قال تقللوها بمقدار كم؟ انت لابد تدينا مقاس يعني 2 سنت 3 سنت، ما تنظير يا جماعه، انا ارد عليه واقول شنو يعني؟ زول بنجر ساكت، لا قال الله قال يا لا قال الرسول قال، بس يا كافي البلا، لابد من تغليل يا حرك لك رجلينه، ولابد شنو يا خليل؟ لابد انت ذاتك ما تقول الكلام ده. والله ناس بنجروا، عندكم ناس هنا بنجروا نجر، مع احترامي للطلبه نحترمهم جدا، لكن كل سنه نجي بنجارين جداد، واحد يوم جانا مكلفع بمرتبه، جو قال لابس له لباس لحد هنا
وقال انصار السنه انا ونحن ما انصار السنه. انت لسه ما فهمت خلاص. انتوا قال كائن غريب قال كان بيناقشنا انا ما شفتوه موجود في النت. كائن غريب شايل له حاجه في ظهره جاي. في ناس هنا ذاته ما بتعرفهم شاعرين بشنو ولا حاسين بشنو ولا جايين بوين. يا جماعه الناس اول حاجه انت بالمبتدا بتاعنا ده رتب افكارك عشان ما تتجاجه وتجاجه باكاتك معك ساكت. رتب الافكار ان شاء الله يجيب لك قلم رصاص خلاص ورقه اكتب اقول شنو لو قالوا كده انا بديك كده. ايوه كده ما لفقت معاك اتخارت فوت ما تجينا. ما والله نجاجك تجي تلعب بالقران والسنه نستعين الله ونجاه جاجا لما تكيف. والله نضحك فيك الثكله دي المرام الراجله مات نضحك فيك الثكله. فهمت كلامي؟ اذا درت تلعب بالدين هنا جيت هنا ده نمرمتك مرمطه مما امك ولدتك ما بظل مرمطك لها. اعطيني انا بكلمك النصيحه فرصه مفتوحه تفضل. اي لكن الطلبه ده يسالوا اسئله طيبه اجاوب لهم ان شاء الله اجوبه طيبه. عندي سؤال واحد بس. هاي بس دار اعرف انه الصوفيه الزمان صوفيه الزمان والصوفيه التي واحد يعني الصوفيه ده كلهم كعبين يعني من زمان. مثلا مثال محمد احمد المهدي ده صوفي معروف طبعا وبينتمي للطريقه السمانيه. يلا انا دار اعرف كلهم واحد والناس الصوفيه ما عندهم شغل يعني بزيارات وكده بيصلوا وبصوموا بس كلهم واحد يعني. جزاك الله خير. طيب يا جماعه سؤال الاخ واضح للجميع قال هل في فرق بين الصوفيه الزمان والصوفيه الهسع؟ يعني هل الصوفيه الزمان والهسع واحد؟ اذا درت غارم بالزمان كلمه الزمان دي قلتها انت وانا حخط عليها خط لانه كلامي حيبني عليها. اذا درت قارن بالزمان صوفيه والصوفيه هسع طبعا اكيد ما كل الطوائف الوقت ذاك والوقت الهسع ده واحد. في جماعه تسموا بالصوفيه لكن كان من ناحيه عقيده وتوحيد كانوا عقيدتهم صحيحه لا كان بيعبدوا قبه لا كان بيطوفوا بقبر وكان بيعتبروا ده كله شرك بالله في الحته دي. لكن العلماء عابوا عليهم مساله تسميتهم بالصوفيه لانه ربنا قال هو سماكم المسلمين كونك تتحزف في الاسلام او كذا وعابوا عليهم ذلك الزهد الذي كان زائدا على الزهد الحقيقي الشرعي. يقلعوا الهدوم النظيفة يلبسوا الصوف إلى آخر ده كله حرام لأنه ربنا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فدي بدعة خلاص. لكن ما كان عندهم الشركيات الموجودة الليلة ما كانت موجودة في كل أنواع الصوفية زمان. أما جيت بعدك في نهاية كلامك قال تطبيقهم على هسع كلامك أول بينقض آخره لأنه قلت الزمان والهسع. طيب الزمان ما هما الهسع لأنه ديك زمان وديل هسع وديك لما زمان يعني انتو زمان وديل جو هسع ما واحد يبقى ديك انتو لأنه زمان انت قلت زمان ما هسع يبقى احنا الزمان ديك انتين منهم. نشوف ناس هسع يا تو طريقة بيصلي وبصوم وتفوت دي هتدي. أنا ما بعرف طريقة بيصلي وبصوم وبتفوت. الطريقة بيصلي وبيصوم وبترقص جوا الجامع نوبه هو سخنا خلاص جيبوا الفته ده ما حاصل. الطريقه بتصلي بتصوم وبتعمل نوبه وفي النوبه ده ذاتها فيها شرك فيها شرك وفيها كفر بالله سبحانه وتعالى زي ما قال البرعي عن شيخه احمد الطيب البشير قال الم ترى ان الله ايده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كاحيائه ميتا وكالبنت بعدما اتت وهي انثى للذكوره تقلبه. وشرح البيت في ليك سلام مني كتابه الثاني بتاع البرعي قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. وشرح البيتين في قصه قال كان للشيخ يعقوب خمسه سته بنات فشكى للشيخ احمد الطيب البشير رضي الله عنه هكذا مكتوب عدم الولد الذكر فامره احمد الطيب البشير ان يحضر اكبرهن بعد صلاه الصبح يوم الجمعه فاحضرها في الوقت المذكور. جاب بنته للشيخ تجيب بنتك للشيخ؟
المهم جاب بيته للشيخ قال فمسح ده البري فمسح او فمر الشيخ يده على الفتاة. ده اول مقلب لانه جبت بيتك للشيخ خلاص انا ما قلت حاجة. ده البري فمسح بيده بيته على الفتاة وقال كوني ذكرى فقلبت ذكرا من حينها. جابوها انتهى بقى الذكر. البري كذاب قال وهذه الكرامة لولا وقوفي أنا على صحتها لما سطرت هنا. هنا هو ده كتاب هو ده كتاب وده كفر لأنه ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها تم الآية لا تبديل لخلق الله. الله قال لا تبديل لخلق الله. البرعي قال هناك تبديل لخلق الله والله قال لا تبديل لخلق الله. دي الصوفية بتاعين هسع ما تتكلم بتاعين زمان لأنه ديك زمان ماتوا هسع كلهم دجالين. ما في صوفي ما دجال ما في خالص. أي صوفي طالما بقى صوفي ده فارق الطريق الصحيح بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو كافر أي صوفي كافر؟ ما قلنا كده لكن قلنا دجال قلنا مبتدع قلنا منحرف قلنا فارق درب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لأنه ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أسألك سؤال زمان ولا هسه صوفي صوفي ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ أديني آية من كتاب الله. الله قال أبقوا صوفية آية واحدة كلمة حرف من القرآن ما بتلقى. ما ترفع يدك ساكت حجيبه من وين يعني؟ في آية يا طلبة الله قال أبقوا صوفية؟ ما في. جيب لي حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبقوا صوفية. محمد المنتصر الإزهري من خباسته وبلادته وحمقه في قناة أم درمان بتاعت حسين خوجلي قال أيوة الصوفية فيه. قال لأنه زمان في حاجة اسمها للصفة عند الصحابة. أنت عارف الصفة يعني شنو يا صوفي؟ الصفة يعني الركوبة. الركوبة دي الوحدة دي كانوا في فقراء من الصحابة ما عندهم أموال ولا عندهم بيوت ولا مأوى ولا مال. النبي عليه الصلاة والسلام سمح لهم في طرف الجامع بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم يعملوا لهم حاجة زي عريشة أو سميها الليلة في السودانية ركوبة قعدوا فيها فسموا أهل الصفة نسبة إلى العريشة أو الشيء اللي قاعدين تحته ده. مش أهل الصفة يعني صوفية. صوفية كافي البلا صاق التاريخ وصاق الجغرافيا وصاق الدين ورياضيات ولغة عربية والله العظيم جد. لأنه إذا قدرت تنسب لصفة ناحية نسب صفة شنو؟ صوفي. ما صوفي يا أخي ما صوفي. صوفي دي نسبة للصوف عشان كده قالوا أكبر صوفي يكون الخروف نسبة إلى الصوف خلاص. لأنه قالوا قوم كان لبس الصوف ويروى إنه أول صوفي هو إبراهيم بن أتهم لكن ما كان بيدعو غير الله برضو دي خدتها معاك. دي الليلة ده كفر عديل شرك واضح أكبر من شرك أبو جهل وأبو لهب والمشركين الأوائل. ده شرك السلولية والصوفية الليلة وشيوخهم الكبار. ودي الكتب قاعد نقرأ ما من رأسنا. زول يقول أنا بنيت السماء أنا ما الله العرش بتاع الله ذاته أنا ذا والكرسي أنا ذا أنا ذا. ده يكون ما دجال كيف ما يأصل للشرك والكفر كيف خلاص. فالموضوع ده موضوع طويل جدا ونحن يومي بناخذ منه جزء بسيط 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 وبنمشي فيه. فإن شاء الله الكلام عن الصوفية ما حيتوقف أبدا لأنه ده والله دين ودي أمانة ربنا بيسألنا منه. فرصة مفتوحة تفضل محمد أحمد المهدي. المهدي يا جماعة حسب ما قرينا في كتبه ذاته أو الكتب اللي ألفت عنه ككتاب هاي بديك فرصة خليك ككتاب منشورات المهدية للدكتور أبو سليم وغيره من الكتب إنه نقلت إنه زول ده كان عنده بدع عنده خرافات عنده راتب اسمه راتب المهدي ناجره من راسه الناس بيقروا ودي بدع ذات وبيدعي إنه المهدي المنتظر حسب ما نقل في هذه الكتب بتاعت الطريقة حقتهم أو بتاع الحزب أو الجماعة حقتهم. ده يدل إنه الرجل ده مبتدع يقول إنه المهدي المنتظر كذاب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح قال المهدي مني من ولد فاطمة ومن ذريتي
من ولد فاطمة، قال يواطي اسمه اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، خلاص. وقال يخرج ويملأ الأرض عدلا، الأرض مش السودان، الأرض كلها، وده ما حصل لمحمد أحمد بتاع الأنصار ده، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما. وحكى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلام كثير جدا، وشكله ذاته كيف حتى بشكله ما ينطبق على محمد أحمد بتاع الأنصار ده، وده إذا هو فعلا ثبت عنه الكلام ده، دول كذاب وزول دجال وكلامه ده كله باطل. أما أولاده ديل أكثر دجل، صادق المهدي ومين مين مين مين، صادق المهدي عنده رأي في القرآن ذاته كما جاء في كتاب جدلية الأصل والعصر الصفحة 58 حق صادق المهدي، جاب آية الآية التي تتكلم عن من يستحق الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية قام قال هذه الآية ينبغي أن تراجع، منو براجع كلام الله ده، قال ينبغي أن تراجع لتأخذ المستجدات في الحسبان. وأنكر حد السرقة في كتابه، كتاب الصادق المهدي اسمه العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الإسلامي، أنكر حد السرقة وأنكر حد الزنا وأنكر حد الرجم وأنكر وأنكر وأنكر، ده ترابي، ترابي ذاته صادق المهدي، ده يشبه ترابي، وبينهما وصال والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام. قال الشيخ الناس المركز العام أي زول يتكلم في التوحيد بيفصلوا، يلا ما وضح لنا الأشخاص الذي تم فصلهم، أي وضحوا لهم. ثم ده قال أنصار السنة سقطوا عن الحق، ودعوة أبو زيد كل عمره كانت عن التوحيد، أبو زيد دعوته كلها كانت عن التوحيد، داير يبين لها لو أبو زيد سكت عن الحق. ودكتور وشيخ محمد مصطفى عبد القادر قبل الخلاف كان دعوته كلها عن التوحيد، قبل الخلاف كان وقع بيناتهم، هو أخطأ، أنا ماذا أقول لك، يلا كان دعوته كلها توحيد، تكلم عن الصوفية وعن التوحيد، وقال نحن ما عندنا اتفاق مع أنصار السنة نهائي. وقبل كم سنة كان بيدرس في دورات بتاعة أنصار السنة، شيخ ملزم الفقير كان بيدرس في دورات بتاعة أنصار السنة، عند كيف كان بيناتهم اتفاق يعني، يوضح لي بس كذا. طيب قال آخر كلمة قالها صلاح مركز كل واحد، قال كيف وانت زمان كنت بتدرس، هاي زمان ذكرتني كلمة ده صوفي ذاك، صوفية زمان وصوفية هسه، زمان كنت بدرس درة أنصار السنة، واسأل الله هداني في شنو يعني، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كما كان يقول الصحابي الجليل، فالله هداني كنت ضال عديل كده أنصار السنة مرض مرة، الله هداني الآن والله يحمد الله الصباح والمساء، واسأل الله لك الهداية. اسماعيل عثمان بتاع شنو وابزيد وبتاع، يا أخي تابع درب النبي عليه الصلاة والسلام، وانت جاي تدافع، جاي تدافع عن أنصار السنة وتقول لي وريني منو فصلوا وريني منو ما بعرفه، أنا بوريك إنك انت كرمت شيخ الطريقة السمانية، شيخ الطريقة السمانية قال أنا مبسوط جدا لتكريم جماعة أنصار السنة لي، مبسوط لأنه لقيتنا ما في شيء، لو قعدنا كان طرشناك له يا صوفي، عرفت كلامي؟ قال مبسوط جدا، قال لأن تكريمهم حاجة جميلة جدا، ده صوفي، قال تكريمهم حاجة جميلة جدا ويدل على وحدة الصف بين أنصار السنة قال والصوفية، وحدة الصف بين أنصار السنة والصوفية، دي ذكرتني كلمة لواحد كوز عمل فيها عالم، عمل فيها دكتور، خلاص لما في بروف ولا دكتور قال مشى البتاعة بتاعت الفنانين دي زي ما شنو جنب المورد اتحاد الفنانين ولا المهنيين، المهم قال الدكتور ده سروري وذاته ما نافع، لكن المهم قام قال انا وصلت لدار اتحاد الفنانين، قال فاحترت اخش برجلي اليمين ولا الشمال، قال انا جيت ماري صدفة بالشارع بتاع النيل ذاك، لقيت الفنانين كل دول رابط له مصران كلب هنا واقفين برا كده، خلاص واقفين برا، قال عندهم قال وقفة احتجاجية كتار حريم ورجال وشفع ونساوين
ومين كده القلعه ومين كده خرطقت والعشج بالجماهير المين واقفين برا في شنو؟ قالوا عندهم موقف احتجاجي. ليه؟ قال والله الدكتور العالم ده من علماء السودان قال احترت اخش الدار بكرة اليمين ولا الشمال. قام الجبهجي طبعا الجبهجي بيحبوا شنو؟ يلملموا كله جوا كله جوا كله جوا سوا سوا. قام ده قال مشى يوم الوقفة الاحتياجية وقال قال لهم العلاقة قال بين الفنانين والعلماء علاقة وطيدة خلاص. قال ولن نترك أحدا يفرق بين اللحمة الوطنية. قال نفس القريب لكلمة زولة عرفت كلامي؟ قال لن نترك أحدا يفرق قال بيننا. وصح أنت واحد كلكم علماء بالشكل ده دي الواحد مع ناس رشا سفنجات وفاطنة خور ومين كده جردل كلكم واحد كلكم واحد وانتو ذاتكم الصوفية واحد كلكم لأن انت بتكرم في مرشدة الطريقة السمانية. انت يا انصار سنة يا مدلقن مش كشخص كجماعة وانت ذاتك اذا مع الجماعة دول قام معهم لكن صغير. طيب خلاص انت اذا بتكرم ودى الصايم ديمة ودى الصايم ديمة كرموه غدوه قالوا في المركز العام ديل ذاته غدوه في المركز العام كرموه هناك. انت اذا كنت بتدي المصحف كتاب الله الشريف العظيم بتدي للكافر الدبلوماسي الامريكي حصل ولا ما حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ كتاب الله تهينه يا مجرم يا مجرم عشان تلقي لك دولارات ولا ريالات تاكل السم انت واسماعيل عثمان. كتاب الله القران الكريم المصحف الشريف تدي له واحد كافر عيونه خضر وجاي تتبجح تقول له يا اخي ندعو الى التوحيد يا توحيد يا توحيد انت بتكرم المشركين تقول لي بدعو للتوحيد اليس هذا نفاق؟ انت ما كلموك انصار رسولنا قال لك ما تجد مين برضه تجد كيف ده برلوم ولا شنو جيت كيف انت خلاص انت بتاع انصار السنه بتاع انصار السنه ذاتك اقعد اقعدك او لسه التقلي جاي ورا اقعد خلاص بتاع انصار السنه انت ما عامل برنامج بتاع همبوكات خمسه همبوكات يا همبوكه انت خمسه همبوكات والصوفيه بيدعوا للشرك الصوفيه بيدعوا للشرك بالله والشيوعيين بيدعوا الى الكفر والالحاد بالله وانت جاي هنا تتباكى لي تقول لي انت ما زمان كنت معاهم كنت واستخليته في شنو يعني؟ اقعد يا انصار سنه الملعب ده ملعب مولع والله انت لو ما بتلعب في الدوري الممتاز ما بتقدر تدخل هنا خالص خلاص. اما موضوع محمد مصطفى عبد القادر محمد مصطفى عبد القادر اقعد يا اخي الله يهديك يا اقعد دقيقه يا جماعه نوري الاداب بتاعت المنابر الودة صغير ما بيعرف المنابر دي عندها اداب بتخش تاخذ فرصه انتهت يا بابا بتطلع برا ثلاثه برا ما بتاخذ جوا الا يدخلوك جوا ما دخلوك جوا بتقعد برا فهمت؟ انتهى. طيب اقعد ايوه طيب ف انصار السنه ده اللي انبرشوا التب مره يا اخي جايبين رئيسه اسماعيل عثمان قاعد يكرم في ناس الصادق المهدي في هيئه شؤون الانصار يشكر فيهم يقول لهم انتوا اقرب الناس لنا انتوا اقرب الناس لهم بجد لكن الانصار وانصار السنه المحمديه وهيئه شؤون الانصار والاتحاد الديمقراطي وحزب الامه والجبهجيه الوطنيين والجبهجيه الشعبيين والصوفيه التجانيه والصوفيه السمانيه والصوفيه القادريه كلهم مبتدعه تقدر تقول كده؟ ده كلام متين نحن بنقوله ربنا ده بيسالنا منه ودي الكتب كتب موجوده اي طريقه عندنا للكتاب والله مجلد ميكي قاعده فهمت كلامي انت؟ كلام ما ساكت دارتي تخش محافظين الكلام دارتي تفرغوا ويسمعوا هنا موضوعك ده منتهي وما عندك حاجه فرصه مفتوحه للحوار والنقاش فرصه مفتوحه للحوار والنقاش تفضل شنو قلتها؟ تم فصله منو يعني؟ ناس كتار تم فصله نمرة واحد تم فصله اسمه دكين ما انت مأمونه دي قلت لك فلان ابن فلان حتعرفه كيف؟ اسمع الكلام يا اخي انت لو منظم الفرصة مفتوحة لك انت الواحد اللي بتكورك ده ما في حاجة تعال جوا تعال جوا تعال تعال خلاص ما بتقدر تجي في الملعب ده اسمع من برا يا اخي انت الواحد اللي بيقول ورا ده طيب
فواحد فصله وبعد ذاك كوزاته تابع شيخ محمد مصطفى وسب الصحابه والموضوع انتهى. وغيره كتار بالميات يا اخي يقول ما فصل اي زول. في النهايه الغرض شنو؟ الغرض انه النازل تركوا دعوه التوحيد، صح ولا ما صح؟ كرموا شيخ الطريقه السمانيه ودى صايم ديمه وغيره وغيره، ده الموضوع. انت جاي طلع يعني. انت كوز ولا زول عادي يعني؟ زول محترم، ما كوز مش؟ خلاص زول محترم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. اما بعد شيخ مزمل، اريد ان اسالك سؤال، وليس سؤال بل انه توضيح، توضح لي يعني. انا ما اعرف مذهب الامام مالك. قبل صوفي عصبجي داخل هذه الداخليه وزعم لي ان الامام مالك كان يخص المتصوفه، وانه يقول كل من يريد ان يدخل في الطريقه الصوفيه قال اول بالتبادي قال بدرسوا التوحيد. هل الكلام ده صحيح؟ دي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، قابلني واحد من الناس الأصبجية ديل، زول لافي في الشارع قال لي قال الصوفية من صفاء القلب. بين لي برضه النقطة دي. وأكثر أكثر رعاية أنا دايرك أنت توضح لي كيف الإمام مالك، الإمام مالك وضح لي الكلام ده. الصوفي ده أنا ما قريت مذهب الإمام مالك، وأنا لسه طالب وباحث في العلم، وانا اسال الشيخ المزمل الفقير ان يوضح لنا هذا الدليل، يجيب لنا الدليل من الامام مالك قال هذا الصوفي. وقد يكون موجود داخل هنا، اخرج هنا ده انت لو قاعد جوا هنا الليله وروق هنا عشان يتقموك يا اطلع اطلع هنا تعال قابلوا هنا التزاد. انت جبت لي الكلام ده، كلام الخرافات ده، وشكرا وانا اسف لاطاله الحديث، بل اريد والله التوضيح. طيب يا جماعه، الامام مالك ومنهج المالكية هو منهج بعيد تماما عن منهج الصوفية لسببين. السبب الأول لأن منهج الإمام مالك هو منهج الصحابة والسلف الصالح، والصوفية لا علاقة لهم بمنهج الصحابة وبمنهج السلف الصالح. السبب الثاني لأن منهج الإمام مالك كله يخالف منهج الصوفية تحديدا. مثلا الصوفية قالوا الله ما في السماء، قال الإمام مالك فيما نقل عنه الذهبي في كتابه العلو، وصحه الألباني في مختصر العلو اختصر كتاب العلو للذهبي، فقال الإمام مالك الله في السماء، الله في السماء ومعنا بعلمه لا تخفى عليه منا خافية. ده كلام الإمام مالك، وده أصل من الأصول في العقيدة، في العقيدة بخالف فيها الإمام مالك عقيدة الصوفية الموجودين الليلة كله. يقول الله ما في السماء، يقولوا لأنك لو قلت في السماء، ده محمد المنتظر ذاك قال لأنه لو قلت في السماء في معناته للظرفية، معناته جوا السماء، والسماء مخلوقة والخالق قاعد جوا المخلوق، وده كفر وده محال وده كله باطل. والسلام عليكم ورحمة الله. لا لا ما كده، في يا بليد، في اللغة تكون بمعنى على. ربنا قال في القرآن لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فرعون قال داري صلبهم جوا الجذوع ولا عليها بفوق؟ عليها، يبقى في بمعنى على. ربنا قال فسيحوا في الارض، يعني اسعوا في الارض. هل سيحوا في الارض معناته خشوا الجلد جوا كده ولا بفوق؟ بفوق. ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. فامشوا في مناكبها يعني على اطرافها، على ظهر الارض وعلى اطرافها بفوق. ففي بمعنى على، ده واحد. اثنين، العلماء قالوا السماء ذاتها لها معنيان، إما السماء المخلوقة وإنما العلو، فكل علو فهو سماء، من سماء يسمو، من سماء يسمو يعني على يعلو يعني. فإذا قصد بمعنى السماء العلو فالله في العلو، وإذا قصد بالسماء السماء المخلوقة فالله ليس داخلها وإنما عليها، لأن في قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وفي قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة، في بمعنى على، في مصوفي ولا لسع، ده الموضوع. فمنهج الإمام مالك بعيد. الصوفية بيدعوا غير الله، يا واتحسن وحسن واتحسونا من المدفونة، يا شيوخ العلفون الأسرع من التلفون، يا بقناية ما بعرف شنو كده عصاية يا بتاع. والإمام مالك كان بيدعو الله براو، وده شرك بالله وكفر عند الصوفية. الإمام مالك كان بيدعو الناس يذبحوا لي الله، الصوفية بيذبحوا لغير الله. أي قبة تلقى فيه دراويش الواحد فقرته
حاجة ذاتها غريبة جدا. إن جاء داعش بسيفين ما يقطع، تلقى قاعد جوا مترزع قاعد يأكل العتان اللي بيجيبنا النسوان، يقلع الذهب تحت النسوان، يشيل القروش تحت النسوان، ناس قاعدين مكسرين. هل الإمام مالك كان كده؟ الإمام مالك ده كان زول سنة يا أخي، ده إمام دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تطلع صوفي منهج المالكية أيضا يختلف. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي: الصوفية جهالة وبطالة وضلالة. ده كلام إمام من أئمة المالكية. أقرأ كتاب الإمام الشاطبي وده مالكي، أقرأ كتاب الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن وده مالكي، وده من أكثر الناس الجغم الصوفية في الدنيا ومالكي. فده كذب ساكت. صوفي يقول لك أنا مالكي، أنت ما مالكي، أنت صوفي ما مالكي، أنت صوفي قادري بتعبد القادري، سماني بتعبد أحمد الطيب البشير والبرعي والفاتح قريب الله، ختمي بتعبد محمد عثمان المرغني، تيجاني بتعبد أحمد التيجاني. يا أحمد التيجاني ده قلع وفكر ثم قدر، قال أنا عندي صلاة اسم الفاتح، قال دي أفضل من كتاب الله 6000 مرة. تقول لي الصوفية مالكية كتاب جواهر المعاني بلوغ الأماني في مناقب الشيخ أحمد التيجاني الجزء الأول الصفحة 132 إلى 135. قال أحمد التيجاني: ثم أتاني رسول الله يقظة لا مناما. كذاب، لأن الرسول مات، ممكن تشوف في النوم لكن ما بيجيك يقظة لأنه مات. مات ربنا سبحانه وتعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية لما النبي مات وعمر بن الخطاب قال ما مات، أو بكر قال أما بعد، فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية موضوع انتهى ودفنوا مات. فقال تاني يقظة كذاب، لكن نمشي قدام. فقال لي ده أحمد التيجان، فقال لي رسول الله: هذه صلاة الفاتح تعدل كل تسبيح وقع في الكون ومن جوهرة الكمال في المرة الأولى 6 مرات بالسوية. قال: ثم أخبرني في المرة الثانية أن صلاة الفاتح تعدل من القرآن ومن جوهرة الكمال ومن كل تسبيح وقع في الكون 6000 مرة. صلانا جرى من راسه، قال دي أفضل من القرآن من كلام الله يا جماعة 6000 مرة. تقول لي الصوفية مالكية؟ مالكية بوين يا شيخ؟ مالكية بوين؟ ما مالكية، دي الصوفية مبتدعة مجرمين ضيعوا الدين. وفي ناس واقفين معه اللي هم الجبهية دي الكيزان كله شعبي ليبيا كلهم واقفين مع النازل والكوز. لما نلقى الجغم ده مدور ممكن يخش بالمناسبة، ممكن يحاول يلقي بنفسه للتهلكة يخش، يقول لك والله يا أخي وصح في يعني تصرفات. طبعا الكوز مجرم، في تصرفات ما مقبولة. يعني ما مقبولة شنو يعني؟ شنو ما مقبولة؟ هنبوكا يعني بتاعت الجماعة ديل ما مقبولة؟ لا ما مقبولة. كيف؟ في تصرفات يا كوز شركية، شرك. انت ليش شرك ده ما بيجي على لسانك يا كوز؟ الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله قاله، نحن بنقوله. الكوز يسمي الشرك تصرفات ما مقبولة، ويسمي الزنا علاقات غير لائقة وغير أخلاقية، زنا. عرفت كلامي؟ الله قال كده. الربا يقول لك شنو كده البنك كده الإسلامي، وشنو كده الإسلامي. حتى الحديقة ادخلوها بسلام آمنين، تلقى جماعة كل واحد قاعد لما واحدة ده هو آمنين، ادخلوها بسلام آمنين يا كوز. هو عرفت كلامي؟ وأنا زي ما كنت أنصار سنة مجرم كنت كوز برضه، قال نحن لفينا أي زفت وطين غمسنا فيه. عرفتها؟ عشان كده بنعرف الشغلة دي كويس، وأي واحد يمد رقبته بنعرف نعضيه من وين، لأنه يعني عارفين محل الجغمة ذاته وين، زي ما قال أخوكم ذاك. كده الفرصة، فرصة كده أخيرة عشان ما نساهر بيكم، مفتوحة للحوار والنقاش. لا أنت في برنامج هناك، تعال إن شاء الله.